مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. مروان المختفي اللي الأم ديالو الله يسمح لنا والوالدين تتحرك على الكبدة ديالها، معنا بشكل حصري أيوب شاهد عيان عنده معطيات جد مهمة في القضية، غادي نشوفوها معاه، تبعوا معايا. أيوب، ماشي معلومات سمعنا دقيقة. المعلومات اللي سمعتوها تقدر تكون فيها شي حاجه اللي ماشي اللي غالطه، حيت انا تندوي على المعلومات اللي قلتي لي انت قبل ما تصور. عاود لي بلاتي انا نقدم لك السؤال وساعدني. مرحبا، باش الراي العام يستوعب معنا. مرحبا. المعلومات اللي قلتي لي عطي لي بالتدقيق، شنو اللي عرفتي كيفاش؟ المعلومات انايا كنت مع انايا كنت من الدراري اللي كنا مشينا قلبنا عليه في طنجه. شكون اللي كانوا؟ كنت انايا، عليكم السلام، كنت انايا وهاد السيده وخالو واخوه. المهم مشينا لطنجه، مشينا نهار السبت في العشاء، الحد في العشية مع الثلاثة العشية. المهم مشينا قلبنا تماك، سولنا تماك في المحطة أولا، قالوا لنا راه الدراري هنايا راه ما عادش اللي كيحرقوا، ما كاينينش هنايا في طنجة، إلا بغيتوا الدراري اللي كيحرقوا غتلقاوهم في القصر الصغير. المهم انطلقنا القصر الصغير، مشينا تماك سولنا الدراري نيت اللي كي الحراقة، سولنا الناس السيكيريتي، وسولنا يعني المهم سولنا كاع اللي تلاقينا معاه كنسولو، سولنا حتى البوليس والو. المهم باختصار عاوتاني قلت لك، المهم باختصار مشينا كنقلبوا في واحد البلاصه، لقينا مشينا هي خاليه، لقينا باختصار داكشي اللي سمعتي قبيله من عندي، لقينا مشينا كنقلبوا في واحد البلاصه خاليه كيتجمعوا فيها، لقينا واحد الدراري مشمكرين. دوك الدراري مشمكرين صافي تما سولونا، سولناهم قالوا لنا راه غادي تلقاو عاوتاني الدراري يلا جداد وهادو اللي يلا كيجيو جديد، غتلقاهم حدا واحد الريستو مطعم. المهم صيفطونا لذاك المطعم، مشينا لذاك المطعم لقينا دراري تقداش قدونيت وسميتهم، سولناهم هذوك ما كانوا مشمكرين، الاغلبيه ديالهم مشمكرين، لقينا نيت فيهم واحد اللي شويه باقي عاقل، قال لنا راه هاد الدري راه تلاقيتو نهار السبت مع العشرة الليل. فين تلاقيتيه؟ تلاقيتو في الدخلة ديال طنجة. كان مع شي واحد، قال لنا كان مع واحد الدري هو كيبان فيه كازاوي. المهم سولنا قال لنا حشوة أصلا شاف داك الدري اللي تلاقينا معاه، الدري اللي مودر مروان، شاف داك الدري اللي تلاقينا معاه، قال لي عرفوا شو راه حراق، حيت داك الدري باينة فيه حراق. المهم سولو قال لي زعما بغيت نحرق فين زعما اما احسن واش نحرق من هنا من طنجة فين باش تنصحني. يعني هو عن طريق الا سمحتي لي استفسر على معلومات. الهدف ديالو هو الحريق. الهدف ديالو في النهاية الا كان ممكن، انا غادي نجي لعندك الا كان ممكن، لكن ما عندوش مشكل هو ديال حنا ما عارفينش الحريق دري 15 عام ما عارفينوش واش غيحرق، حنا غير درنا الفكره ربما في حالات واش فهمتيني، ماشي عنده حنا عارفين واش غيحرق ولا واش ما غيحرقش، حيت الدري قصير ما يمكنش لي هذاك الولد غيحرق، فهمتي؟ عرفتي حنا طنجة كلها، طنجة باب سبتة الفنيدق ديك سميتو القصر الصغير، ما خليناش باش نتوسع مع اكثر في الموضوع الا سمحتي لي. هاد الكلام اللي قلتي لي انا معاك فيه. شنو هو الهدف ديالنا في الاصل؟ حنا كاع علاش واقفين؟ وخليني نجاوبك الا كان ممكن باش ننظم معاك الحوار، حيت انا دايز معاك في الكادر. الهدف ديالنا هو كنوصلوا الصوت لجميع الاجهزه الامنيه اللي تا هي دورنا، ونوصلوا هادشي على اساس كل جهاز امني يبحث بطريقته مع تضافر الجهود ودور الاعلام. يعني حنا لا نحمل مسؤوليه الطفل، ولا زال طفل، ممكن يخطا وممكن ما يخطاش، يعني خصنا نشدوا السن. احنا ماشي في الحوار اللي حسيت به في الكلام انه نحمل المسؤوليه، انما دورنا هو الارشاد وايصال رسائل الى مسؤولين من اجل الهدف الاسمى هو البلوغ للطفل وصلوا ليه، وهذا هو الهدف. اتفقنا؟ دابا حنا مشينا حنا اصلا في الطريق ديال الحريق، ولكن حنا ملي جينا نشوفوا الدري ما عندوش هدف بالحريق، ما عمرو جابها على فمو. واخا ساعديني في صله الوصل اللي سمعنا ديال داك الاستاذ اللي كيدوز ليه التسويع، فين وصل هذاك السيد؟ يلا حنا جينا من طنجه، هادي رجلينا ها انت الميكا وهلقى يلا وقفنا، واش فهمتي؟ يلا جينا، باقي ما عرفنا علاش. مازال ما عيطوش ليه الامن يستفسروا؟ ما شفناهش، انا يلا كنقول لك جيت. سمعتي حنا باقي ما عرفناش، ولكن دابا يمكن راه عند الامن. واخا اذا كان ممكن الخال تقرب عندي تساعدنا اكثر. مشاهدينا الكرام، نتنور الراي العام اكثر في الموضوع، معنا الخال ديال المعني
غادي نشوفوا معاه اللي هو الحلقه المفقوده في الموضوع بشكل كبير، اللي بطبيعه الحال تناولوا مجموعه من المنابر الاعلاميه اللي هو هذا الاستاذ اللي كيساعد في اطار الدعم والتقويه للتلميذ. غنستفسروا على اخر المستجدات، ما هو دوره بهذا الملف؟ الا كان ممكن تساعدني في هذا الاستاذ ديال التعليم، شنو اللي كاين دابا الاستاذ؟ مشينا عند الامن الوطني، دير الخدمه ديالو دابا، راه عندهم كيتواجد، عندهم جبنا ليهم النيميرو ديال الدار ديال السكن ديالو فين كيزيد السويع، مشاو عندو الامن هبطوه. دابا راه كاين دابا حاليا دابا الله جينا حنا، هو هبطوه، هو الاب ديال الطفل ومعهم واحد العساس في اطار البحث. يعني شنو علاقته بالطفل؟ شنو علاقته بالطفل؟ كيف على حسب دوك الميساج كان هذاك النهار عنده هو السويع وتردد، قال لهم انا راه ما غاديش نجي، نعرفوا نشوفوا واش دري واش قرا هذاك الميساج، تبلغ بي او لا واش ليه صله بهذا الولد ولا لا؟ هادشي اللي بغينا نعرفوا حنا. يعني راه الامن الوطني راه داير الخدمه ديالو، ما غاديش نبداو نقولوا شي حاجه اللي ما كاينش. خصنا نقولوا بلا داير الخدمه ديالو. لا حاليا داير الخدمه ديالو اكثر، حنا راه ماشي غادي نبداو هنا فين وصلنا في الخيط حاليا. شكرا لك اختي، شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا مجموعه من النقط في الموضوع الحالي. هاد العائله داروا مجهود كبير من اجل البحث عن الطفل، لانه 13 سنه لا زال طفلا صغيرا كما قلت في السابق، ممكن يخطا ممكن بطبيعه الحال على حسب السن ديالو. انما هما مشاو انتقلوا لطنجة، انطلقوا مجموعه من المدن المجاوره من اجل الوصول لهدف هو البحث عن مروان. كذلك المستجد الجديد اللي اعطانا الخال هو الموضوع اللي كيتعلق بهذا الاستاذ، ما صلته بمروان؟ هو حاليا في ضيافه الامن من اجل تعميق البحث اكثر. مشاهدينا الكرام غادي نبحثوا اكثر في الموضوع، وفي حاله اذا تمكنا من وصول اي معلومه غادي نوضعكم دائما في الجديد. مشاهدينا الكرام نتمنى من الله عز وجل وجل الاجهزه الامنيه اننا نبحثوا ما امكن على هذا الطفل. بغي يعطيني اضافه غادي نجي لعندو. تفضل. حنا ما كناكدوش على مول السويع 100%، يعني حنا خصو ضروري خصو تكون اجراءات امنيه مع مول السويع. كاين شي الغاز اخرين، اختفاء ديال الطفل وفيما يخص الا سمحتي لي، وانا كنعرف الوضع ديالكم وحاس بكم، انسان تيكون جد مرتبك في هذا الوليد. الاجهزه الامنيه باش نكون معك واضح كتبحث بجميع الاتجاهات، كل ما له صله، وفي الاخير غادي يبان ان شاء الله مروان. تنتمنى يكون الفرح يرجع لكم. مشاهدينا الكرام غادي نستمر في الموضوع مروان يفيدونا الله. وبطبيعه الحال كما قال الاخ، المغاربه كلنا اللي بان ليه مروان اللي بطبيعه الحال شافوا الصوره ديالو اتصلوا بالعائله. الا كاين الام ممكن اختي باش غادي نقول لك الله يسمح لينا من الوالدين. أوليدي جيبوا لي مروان الله يرحم الوالدين، هذه هي الكلمه الاخر اللي نقول. صافي عيسى ما بقيتش قادر نهضر، ما بقيتش قادر نطلب. جيبوا لي مروان الله يفرج عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام الكلام ديالها جد مؤثر. عندكم ولدي وجيبوه لي، انا مزاوقه فيكم، انا متايبه، انا عالي هديه وسلمت بين يديكم، انا حسبوني لي هديه وسلمت بين يديكم. صافي صافي بغيت اخويا يوريني مروان الله يرحم له اللي عنده ولدي كاع ومعاه حيصيفطوا لي. انا ما نادي حتى شي واحد، انا ما باغاش المخزن اديكم، انا المخزن كيعاونوا فيا مساكن، عواقفين معايا هما، ماشي انا باغا نشد بنادم ولا باغا وليدي يبان ليا، باغا كبتي، اوليدي الا كنتي تشوفني جي ما نضربك، اصلا ما كنضربكش، انا باغا نشوفك، ما بقى ليا غنضربك اوليدي، اوليدي جي راه غادي نموت، اوليدي جي راه غادي نموت، راه من الصباح وانا واقفه، راه من الصباح ما بقيتش قادر نزيد، ركابي اللي غنوقف فيه ما بقاوش مروان، الله يرحم الوالدين اللي كنتو تشوفوني عاتقوني. انا اختي شوف انا نصرانية. اختي غندوي نيابه عنك، انا غنكمل. مشاهدينا الكرام أم الله يسمح لنا من الوالدين، الحرقة ديالها الابن ديالها، والمغاربة بجد الله تعالى وجميع الأجهزة الأمنية اللي بطبيعة الحال حنا نعلم جيدا أنه الأبحاث جارية في الموضوع من أجل وصول هذا اللغز. أين هو مروان؟ نتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون بالصحة ويكون سليم ويرجع لهذ العائلة. وكذلك الجيران والناس الساكنة كيوجهوا نداء لجل المغاربة، كل من ساعد باش نوصل مروان ترجع الطمأنينة لهذه العائلة. كما قلت في السابق غادي نبقاو متبعين الملف وسوف أوفيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.